السلام عليكم. اليوم راني في الطريق اللي تقع ما بين مدينة العلمة ومدينة بير العرش، وهنا عندنا عملية تسجير واسعة تمت هذه مدة حوالي 10 سنوات أو أكثر، والأشجار كبرت، يعني كبرت، راهي في حالة جيدة. والمنطقة هذه، الأشجار هذه كما نشاهد الآن هي على حواف الطرقات وعندها شكل جيد جدا. المنطقة كلها يعني حوالي أظن على ما أظن فيها حوالي كم مش مكتوبة هنايا، يحتل بير العرش على كل حال. وبير العرش البعد نتاعها مش حاطين حوالي 10 أو 20 كيلومتر. إذن وهذه الأشجار كما نشاهد هي على حافة الطريق إلى، يعني تمتد يعني على طول الطريق هذه، وعلى الحواف فيه أشجار شفتها في جوجل أرث. الآن نشوفها حقيقة، والأشجار كبيرة طويلة، يعني نجحت في النمو تاعها، والآن تقدر تستمر في النمو تاعها بطريقة تلقائية بدون عناية. إذن هذه الأشجار اللي نشاهدها من كل الجوانب تمتد إلى حوالي 10 أو 20 كيلومتر، دوك نشوف حتى وين وصلوا لبير العرش. المنطقة هذه بسبب الأشجار هذه ممكن نحولها في المستقبل إلى مدينة جديدة، مدينة جديدة مع ترك هذه الأشجار في وسط المدينة وإنشاء مدينة كبيرة تقع في وسط البلاد، يعني في الهضاب العليا. وحول هذه الأشجار وراني درت فيديو هذه مدة 2 أو 3 سنوات على هذه المنطقة، واقترحت الفكرة هذه تاع إنشاء مدينة جديدة مع باستعمال خرائط جوجل أرث. لكن اليوم سمحت لي الفرصة باش نزور هذه المنطقة تاع بير العرش، اللي كما قلنا تقع ما بين بير العرش والعلمة، واللي كما نلاحظ فيها عملية نتاع تشجير كبيرة. المنطقة هذه بحد ذاتها تسمى منطقة الجرمان، وممكن تصور مدينة الناس اللي يشوفوها على جوجل أرث يفهموا الكلام اللي رانا نقول فيه، ويفهموا المعنى أن تكون هذه المنطقة مدينة كبيرة. حتى ولو الآن نشوف ندخل في طريق فرعية، ندخل في طريق فرعية أخرى هنا على اليمين، نلاحظ أنه الأشجار هذه موجودة بشكل هندسي. لو كان نشوفها من الخريطة من الفضاء من جوجل سوف تلاحظون أنها تتابع الطرقات في المنطقة هذه، ويعني وحتى العرض تاع يعني الشريط النباتي تلقاه العرض يعني فيه احترام للمقاييس تاع العرض، يعني نفس العرض وعلى طول الطرقات. هنا نشاهد الطريق هذا مش طريق مزدوج، لكن الأشجار هذه موجودة. وسوف نخلي لكم الرابط نتاع الفيديو الأول اللي درته عن المنطقة هذه، يعني انطلاقا من خرائط جوجل أرث. إذن سوف نخليكم العنوان رابط تاع الفيديو هذاك في آخر الفيديو هذا، وسوف يعني تشوفوا الخريطة نتاع جوجل أرث نتاع المنطقة هذه. إذن وهنا نلاحظ نشوف طريق ممتد على ربما كيلومترات، والأشجار هذه رايحة إلى عدة كيلومترات. هنا نحاول
ما نروحش كتير، ما نبعدش بزاف، ما نبعدش بزاف. إذن هذا هو الشريط، والأشجار هذه ممتدة يعني في كل الاتجاهات. إذن ما باش ما نكتروش الهضرة، نخليكم تكملوا الفيديو، وما تنساوش تروحوا للفيديو اللي درتو هذه مدة عامين أو ثلاث سنوات، تلقاو الرابط في آخر الفيديو هذا، وسوف تشاهدون المنطقة هذه من الفضاء، وعندنا أعطيه واتس كذلك، سوف تتطلعون على بعض التوضيحات اللي مديتها في ذيك في الفيديو هذا. إذا خليكم تابعوا هالفيديو هذا، والسلام عليكم. انا ما نروحش حتى لبير العرش، اذا اكتفي بهذا البعد، رانا هنا في منطقه جرمال. اذا نعاود نرجع الى العلمه، نعاود نرجع من هنا.